احنا كانت لنا حالات بنشوفها في البرنامج هنا ورسائل ان انسات بيمارسوا الشذوذ مع زمايلهم في الدراسه في الجامعه او غيره ما بيجوا يتزوجوا بعد كده من رجال طبيعيين بيستمروا بعد ذلك بعد فتره من الزواج في ممارسه نفس الشذوذ مع صديقاتهم رغم انهم تزوجوا وعايشين حياه طبيعيه السؤال هنا ده حاله مرضيه انها تشبع جنسيا من امراه اكثر من إشباحها من رجل رغم ان يعني ما بيحكوش ان في مشاكل بينهم وبين اجوازهم وما بيحكوش هم لما لجأوا الى العلاقه المثليه قبل الجواز مع بعض عملوا ايه يمكن اللهم واحده كانت ذكرت قالت كي تحافظ على عذريتها شوف هي القصه هنا يعني ربما الناس ما يعني ما تقتنعش او يعني ما تتصورش ان هي بهذه البساطه بس هي فكره التعود على شيء زي ما احنا ياما هنا ناقشنا في البرنامج مساله ان الرجل بيقوم بالعاده السريه بعد الزواج طب ما هي مراته موجودة لكن هو الفكرة أن في ارتباط شرطي حصل عنده ما بين المتعة وما بين الأداء المعين ده على العادة السرية فهي البنت دي قعدت فترة أو سنين طويلة أعتقد أنا شفت الحلقة بتاعتك دي قعدت سنين طويلة تمارس مع صديقتها وبالتالي بدأ يبقى عندها استمبة استمبة للاستمتاع الاستمبة دي كانت مرتبطة بشخص وربما برائحة هذا الشخص وربما بالمكان المحيط بيهم وربما بال بصوت هذا الشخص او هذه الشخصه انجاز التعبير فكل ده بيسموه هو الامبيانس اللي هو الـ الجو المحيط الجو المحيط الانتراج يعني الجو المحيط بالعمليه كلها ده اللي بيخلق الاستمتاع فده فضل طريقه استمتاع لمده سنوات طويله جدا سنوات طويله جدا فبالتالي هي بعد ما تزوجت اه لقت استمتاع مفيش مانع بس بتحن لهذا الاستمتاع بالظبط زي مثلا الراجل اللي كان بيقعد مع أصحابه كل يوم على القهوه وبعدين اتجوز حاسس ان هو اتحرم من صحابه فبينزل برضه بعد ما اتجوز يقعد معاهم وبيسيب مراته بالظبط زي مثلا متعود ان هو يشرب خمره وبعدين بطل الخمره وبعدين بدا يحن لها وهكذا يعني هي المساله كلها برمجه عصبيه ليس الا